من فضلك اضغط لايك واشترك في القناه. الاخوات المستجدات في قيادة السيارة، أنا طول هالفترة قعدت أبحث أشوف شنو أكثر خطأ يسوونه. وجدت التالي، واحد أول خطأ يسوونه لجوا يلفون أو ينعطفون ما يعطون إشارة، وهذا متفشي بينهم، وذا خطر يؤدي إلى الموت. الخطأ الثالث، دائماً يوقفون وقوف غير نظامي وعرقلون الطريق. عند مدرسة عند بقالة وكل ما تسلم تقول لك بس دقيقة بخلص وبمشي وهذا أكبر خطأ المخالفة بتجيك كشربة الماء في الوقوف المؤقت ما تحط على الان أو على البي لا هي واقفة تخلي على الدي وتخلي رجلها على البريك هنا ممكن تنسى ولا تسهى ولا شيء من هالقبيل وترفع رجلها والسيارة تمشي متى ما وقفت ضروري تحطينا على الان أو على البي